ازيكم في حلقة جديدة من لوس أنجلوس. لوس أنجلوس يعني المحيط وهوليوود فيلم لالا لاند. هتلاقوا فنانين ويوتيوبرز كتير ساكنين في لوس أنجلوس. في أسطورة بتقول ان في ممثلين ومشاهير بيعدوا من هنا وبيفضلوا ماشيين وبتاع. ده طبعا اي كلام فاضي، مفيش اي حد مشهور هيمشي في الشارع ده خالص، شارع وحش جدا. انا مشيت فيه طبعا عشان اصور لكم، غير كده ما كنتش همشي فيه بصراحه خالص، يعني كنت ممكن اروح اقعد بس في المدينه دي. بيزورها اكتر من 50 مليون سائح كل سنه، والرقم ده اكتر من الناس اللي بتزور تركيا او تايلاند او ايطاليا في السنه، فهو رقم مرعب. لوس انجلوس الروح المكسيكيه باينه قوي فيها. ساعات اصلا كنا بنحس ان احنا مش في امريكا، كل حاجه حوالينا بتبقى مكسيكي فجاه في احياء كتير. الناس مثلا العادي ان احنا كنا بنسمع اسباني كتير، واحنا ماشيين بنشوف الرسومات اللي على المباني، والاكل بتاعهم طبعا في كل حته، ومكسيكيين بقى كتير في الشوارع بيبيعوا هدوم بيبيعوا اكسسوارات بس، فبننسى ساعات ونفتكر نفسنا في المكسيك. في شارع اسمه مال روز افينيو، ده مكان عشان لو حد رايح امريكا يعمل شوبينج، فده المكان اللي هيروح يشتري منه كل حاجه. هنا بقى ممكن تلاقوا الممثلين والفنانين، مش في هوليوود خالص، مش في الووك اوف فيم اللي احنا كنا فيه. انا دلوقتي جيت الووك اوف فيم اللي موجود في هوليوود، نجوم على الارض مكتوب عليها اسامي ناس مشهوره. ما لقيتش اسمي، حاسس ان عادي جدا، شارع عادي، مش عشان اسمي مش مكتوب، بجد هو شارع عادي جدا، اقل من العادي كمان. شارع فيه عربيات ماشيه، نجوم على الارض واسامي. بنتمشى في هوليوود لقينا نتفليكس عامل ستور بيبيعوا هناك الحاجات المشهوره من المسلسلات اللي انتجتها نتفليكس. بتتحرك بقى واصوات وانوار وزرار اللي هو بتاع سكويد جيم، حاجات تذكاريه من مسلسل وينس داي والايد مثلا بتاعتها، بريدجرتون، سترينجر ثينجز. انا عجبتني فكره الستور ده جدا. عدد سكان لوس انجلوس هو ثاني اكتر عدد سكان في امريكا، هنا ساكنين 4 مليون شخص. لوس انجلوس فيها 800 متحف وارت جاليري، وده بيخليها اكتر مدينه في العالم فيها متاحف بير كابيتا، او عدد المتاحف لكل 1000 شخص، فهي بالحسبه دي هي اكتر مدينه في العالم فيها متاحف. المبنى اللي ورايا ده بتاع متحف للفن المعاصر اسمه ذا برود، موجود في الداون تاون في ال اي. المتحف ده حلو جدا من جوه، مليان لوح وحاجات غريبه وحاجات حلوه وحاجات فن ليه معاني. طبعا انا ما فهمش كل حاجه، بس في لوحه كبيره جدا اسمها كايرو بتعبر عن ثوره يناير، انا عجبتني قوي. طبعا ما فهمتهاش كلها بس فهمت الفكره من ورا، فلازم تدخلوا ذا برود. المدينه زحمه، ولازم نحط في دماغنا ان اي مشوار هياخد وقت طويل، مش دايما المواصلات بتيجي في ميعادها، وعشان كده في ناس كتير قوي بتاجر عربيات اول ما بتيجي هنا. جوجل مثلا، جوجل مابس ممكن يكتب مثلا 20 دقيقه المشوار ده هياخد 20 دقيقه، بس في الحقيقه هو ممكن ياخد ساعه او اكتر من ساعه. وفي ناس بتفوتها الطياره لو مسافرين بسبب الزحمه، رايحين المطار فاهمين ان الموضوع مثلا هياخد نص ساعه، بس هو مثلا هياخد ساعه ونص، فلازم تعملوا حسابكم لو رايحين المطار انكم تنزلوا بدري ساعه، تدوا الموضوع ساعه زياده، لان عاده بيبقى في حاجه بقى، حادثه، الناس هنا سواقتها صعبه جدا، بيمشوا بسرعه قوي، محدش ضامن حاجه. اوعوا تعدي الشارع كده من غير اشاره عشان بيمشوا بسرعه جدا، فدايما استنوا الاشاره، وكمان قبل ما تعدوا بصوا يمين وشمال. لوس انجلوس في المواصلات مش زي نيويورك، بس هنا في 7 خطوط مترو بيوصلوا معظم الاماكن السياحيه، بس مش كلها، بس هم كمان بيظبطوها عشان كاس العالم في 2026. احنا هنا المره دي ما اجرناش عربيه، بس بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نركب مواصلات ونركب مترو بالذات، عشان هو هيبقى اسرع من اي عربيه ثانيه، بس مش دايما بنلاقي كده. يعني احنا مثلا جينا دلوقتي مشوار باوتوبيس مش بالمترو، بس انا مش شايف ان الموضوع كان زحمه، وصلنا بسرعه، بس مش دايما هيحصل كده. بس اكتر حاجه الناس بتعتمد عليها هنا هي اوبر وليفت. في كمان تاكسي هناك من غير سواق، ناس عماله تصوره دايما، كرسي السواق ده فاضي، اسمه ويمو. حاولت ان انا اجرب التاكسي ده وانزل الابلكيشن وابدا احجز حاجه زي اوبر مثلا كده، بس للاسف عشان انا من مصر فالستور مصري فما عرفش اعمل كده. ولقينا كمان نفس التاكسي ده في سان فرانسيسكو، بس لو حد عايز يشوف كل حاجه في البلد لازم تاجره عربيه، احنا مش هنعمل كده. احنا وصلنا مكان اسمه جريفيث، والمكان ده بيراقبوا منه الفلك. هتلاقوا ناس كتير قوي معاهم تلسكوبات موجودين حوالينا، وناس دول شكلهم هواة، يعني كل واحد واخد التلسكوب بتاعه بيقعد بقى يراقب حاجه انا مش شايفها فوق، عمال يبص فوق، فاحنا مش فاهمين بيعملوا ايه. انا بلعب جي تي اي كتير، وفي جي تي اي هي هنا
في لوس أنجلس. أنا كنت بسوق فيه بتاع كده بيتركب زي الموتوسيكل بيطير كده، أنا كنت بطير كل ده وبنزل هنا، فالأماكن دي كلها طبعا معروفة وجيتها 100 مرة، بس كنت باجي أسرع من كده شوية، الأتوبيس خد وقت كتير. المهم إن المكان هنا برد يعني قرب الداون تاون بشوية كده، خدنا بس سوق الأتوبيس ما خدتش فلوس، ما طلبتش فلوس أصلا من الناس كلها اللي ركبت. بس المهم إن المكان جميل، حلو قوي قوي قوي، الفيو من هنا تقريبا شايفين LA كلها من هنا، وتقدروا تطلعوا المبنى نفسه بتاع جريفيث تشوفوا بنفسكوا الكواكب بقى والحاجات الشمسية والحاجات دي، والدخول جوه ببلاش. جريفيث ده اتأسس سنة 1935، في ناس بس بتيجي تتصور هنا عشان الفيو، وكمان في ناس بتيجي عشان ده اللي طلع في فيلم لا لا لاند كانوا بيرقصوا هناك. نصيحتي بس قبل ما تطلعوا هنا هاتوا معاكم جاكيت عشان انا دلوقتي بردان جدا جدا، بس طبعا كلما ارتفعنا شمالا زادت برودة. في سانتا مونيكا بير 66 ده عبارة عن ملاهي زحمة فشخ، الغروب هناك حلو قوي، بس عموما الغروب على طول الساحل ده كله حلو قوي قوي، فمش لازم خالص تبقوا في الزحمة دي عشان تشوفوا الغروب، الغروب هيبقى في الساحل كله. الصح في لوس أنجلس انكوا تاخدوا مكانين، تاخدوا فندقين، تاخدوا فندق ناحية سانتا مونيكا وبعدين فندق تاني عند الداون تاون، ياخدوا يومين. ممكن تبدأوا بتاع الداون تاون ده عشان يقرب للمطار شوية، تقعدوا في الداون تاون وتروحوا بيفرلي هيلز برضو في نفس اليومين بتوع الداون تاون، وبعدين تاخدوا فندق تاني ناحية سانتا مونيكا وفينيس بيتش تقعدوا فيه يومين ثلاثة. بس الفكرة انكو عشان ما تركبوش مواصلات كتير، المواصلات هنا ما يعتمدش عليها قوي، فممكن تضيعوا وقت كتير قوي في الموضوع ده. خلوا بالكو عشان ساعات بيبقى مثلا في صيانة في الشوارع او في احتفال او في ايفنت معمول، فبيغيروا مسارات الشوارع، اتجاهات الاتوبيسات ممكن تختلف. واحنا هناك كان في يوم كده قالك في الحي ده ساعتين او ثلاث ساعات مفيش عربيات هتمشي، وكل اللي هيمشي عجل بس، ده كله بس عشان البيئة. فشوفوا في جوجل مابس لو في ديتور هيحصل في المنطقة دي ولا لا. في منطقة اسمها فينيس بيتش بلاش تروحوها كتير، بلاش تطولوا فيها، بلاش تقعدوا فيها بالليل بالذات، روحوها اقعدوا ساعة ساعتين بالنهار، وبعد كده هيبقى بقى بالليل الهوملس هيزيد والحشيش هيزيد، كده كده في حشيش اصلا، والحشيش هنا قانوني، يتباع قانوني عادي، خدوا بالكم من الموضوع دوت، بالليل ما تطولوش هنا. الشارع ده كله في جي تي اي، انا كنت بدخل فيه بالعربية بموت الناس دي كلها. في مكان جنبه اسمه فينيس كانالز، المكان ده اللي احنا فيه دلوقتي ده هم عملوه في بدايات القرن العشرين يخلوه شبه فينيس، هي اصلا منطقه هنا اسمها فينيس، فهم عايزين يبقى شكله شبه فينيس اللي في ايطاليا، فعملوا بقى ايه الحوار ده. انا بصراحه شكله شايفش ان هو شكله مش حلو، شكله في الكاميرا باين ان هو حلو، بس لو قربته من المايه هتلاقوه مش نظيفه، مفيش مراكب اصلا ماشيه، متخيل بالليل الناموس عامل ازاي هنا، فالبيوت بقى اللي حوالين الناموس دول اكيد ممكن يسموهم حاجه الهراشين بدل الحشاشين، هم كده كده حشاشين. في هنا كارت للناس اللي بتحب تروح الاماكن التورستي قوي، هاتوا السيتي باس ده بيوديكوا ديزني لاند ويونيفرسال ستوديوز وليجو لاند، مثلا دخول يونيفرسال ستوديوز لوحدها ب $100، الكارت اللي هتجيبوه ده هيوفر لكم عن لما تجيبوا كل تيكت لوحده، فده هيعمل لكم شويه توفير حلوين. احنا ما اجرناش عربيه عشان هي خطر، وهنتكلم في الحلقه الجايه في العيوب، هقول لكم عيوب لوس انجلوس والحته بالذات اللي هي ليه السواقه خطر هنا. وانتوا طالعين من المطار بتاع لاكس اللي هو بتاع لوس انجلوس ده، خدوا بالكم قوي قوي عشان لما تيجوا تركبوا الاتوبيس لما تطلعوا اسألوا كويس قبل ما تخرجوا من انهي بوابة، واقروا اليوفط كويس عشان سهل قوي تغلطوا وتركبوا الاتوبيس الغلط. والسؤال عادي جدا هنا، انا كنت بسأل عادي والناس لطيفة، واصلا ممكن من غير ما اسأل اصلا تلاقوا حد كده شايفنا عمالين نبص فيسألونا انتوا رايحين كذا، طيب هتلاقوا الاتوبيس كذا ده جاي لكم من هنا، فالناس حلوة قوي وبتساعد قوي. بيفرلي هيلز كانت زمان مزرعة للفاصوليا البيضة، بس دلوقتي فيها أفخم البيوت ومحلات الديزاينرز والمطاعم، وفي كمان روديو درايف. المكان ده بس كل اللي احنا نقدر عليه ان احنا نتمشى فيه، ما نعملش أي حاجة تانية. احنا هنا بنعتمد على المترو وعلى الأتوبيسات، احنا لو اعتمدنا على أوبر أو ليفت الاتنين هيبقوا غاليين بالذات في ساعات الظهر، ولا هو الساعة من 2 ل 5 الظهر مثلا، ده هتبقى حاجة غالية جدا. وكمان هو ممكن يقول لكم ان هو مثلا هياخد 17 دقيقة مش عارف مثلا ب $20، لا هو ممكن ياخد نص ساعة عشان الدنيا زحمه او ساعه الا ربع، والفلوس هتزيد قوي في الاخر، يا اما تاجروا عربيه يا اما تركبوا المواصلات، لان ايجار العربيه هيبقى ارخص من التاكسيات طبعا. في اتوبيس اسمه داش ده ببلاش باين من اسمه، رحنا المكان اللي هو جريفيث
اللي هو كان عنده التلسكوب والحاجات دي، ده كان ببلاش الاوتوبيس ده. بقيه الاوتوبيسات بياخد 175 سنت، في اوتوبيسات ب 50 سنت. احنا ركبنا حاجات كتير وما كانش بياخد مننا فلوس، والسواق بيقول لنا عدوا. كان عندهم مشكله في السيستم، فاحنا كان حظنا حلو فوفرنا كام وصله. والمكان اللي احنا فيه دلوقتي ده اسمه جراند سنترال ماركت. المكان ده فيه مطاعم من دول كتير قوي، كله وتختاره، والاكل كله فريش وحلو جدا. احنا بس ما جبناش غير كرواسون وقهوه، فالكرواسون كان هنا جوه تاكل طبعا، ما لحقتش صوره. والقهوه كانت هنا وكانت طعمها وحش جدا. اخر دكان على الشمال ما تاكلوش منه. الدور اللي تحت فيه حمامات، فلو اي حد مزنوق ولا حاجه ينزل في الدور اللي تحت. وهنا عشان ناس كتير جدا من جنسيات كتير ساكنين هنا، فهتلاقوا اكل من كل بلد تتخيلوها. انا لسه ما شفتش حاجه في مصر الحقيقه، فعشان دماغكم ما تروحش بعيد قوي، بس لقينا مكسيكي، اسباني، ايطالي، امريكي، في كل حاجه، كوبي كمان. لقينا مطعم فشيخ اسمه جوي سادوس، رهيب، اوثنتيك مكسيكي. كل حاجه في امريكا لازم تدفعوا لها تيبس، لازم بقشيش، اقل حاجه 15%. فخدوا بالكم كده كده اصلا، يعني الحاجه سعرها اللي مكتوب ممكن مثلا يبقى حاجه بنشتريها ب 20 دولار، نروح عند الكاشير يقول لك 21 دولار ونص تاكسز، بعدين بتسيبوا بقى شويه بقشيش كمان 15%. فالسعر اللي بتشوفوه هو مش كل حاجه. في ناس ممكن تبقى قليله الذوق، لو ما دفعتوش بقشيش يبقوا شكلهم مش مبسوطين ويبان عليهم كده، وحاجه تكسف يعني. وفي ناس ما بتاخدش بالها اصلا، وفي ناس انا دفعت لهم تيبس قالوا لا مش عايزين وما خدوش. الفيش اللي هنا مش زي الفيش بتاعتنا اللي احنا عارفينها اللي هي مدوره. انا عارف ان الفيش في دبي برضو مختلف عن مصر، بس انا قصدي ان هنا بقى في امريكا غير كمان دبي، هما شرطتين فوق بعض كده. فاحنا اشترينا من مصر من امازون بتاع المشترك ده ب 250 جنيه، لاننا ما كناش ضامنين ان احنا نيجي هنا ونلاقي فيشة زي دي او ادابتر زي ده سعره اقل من 250 جنيه، دي حاجة مستحيل. طبعا بنشرب ماء من الحنفية عادي جدا، ماء نظيفة من الحنفيات، سواء في نيويورك او هنا شربنا من الحنفية. الموضوع ده لطيف جدا لان المية غالية، اقل مية شفتها ب 4 دولار. فليه مية الحنفية بتتشرب عادي؟ بنملى الازازة قبل ما بننزل وبنشرب ماء. بس كده، دي حلقة لوس انجلس. استنوني في الحلقة الجاية عيوب لوس انجلس. فبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في الحلقة الجاية من بسهات.